النهارده في شم النسيم وبتحتفلوا ازاي وايه الانشطه اللي جايين تعملوها النهارده؟ بتلاقوا الفسيخ ونمرجح العيال واحنا نتمرجح بس. العاب بقى وكوره بقى وعجل ونفسح الاولاد ونمرجحهم في قطر هنا حديقه، ويوم يبقى علمي اصلا بيبقى يوم جميل مع الاولاد والاحتفالات، وانت اديك شايفه الحديقه مليانه اصلا اسر كلها اسر ويوم جميل بصراحه، يوم حلو جدا يعني. لعبت وهنلعب في المراجيح وكان نفسي خرج. احنا جينا الساعه 11 الصبح وفضلنا نلف والمكان هنا حلو قوي. بحب المكان ده وانا كل سنه اصلا باجي هنا كل عيد بنتمرجح وبنقعد نتمشى شويه وكده. ايه عاده سنويه يعني بنحضر في الحدائق وناكل رنجه وفسيخ والكلام ده ونشوف الناس وتغيير جو يعني كده في الحديقه يعني هنا. نيجي نخرج مع الجماعه ونتلم احنا والعيله كده ولمه العيله وتبقى حلوه. نلعب كوره ونلعب مع بعضينا، نلعب العاب كوتشينه مثلا، نقضي يوم حلو كده مع الجماعه يعني قرايبنا وكده ونتلم العيله من السنه للسنه يعني في العيله. احنا جينا الساعه 7 الصبح، طبعا الاجواء حلو جو جميل جدا النهارده، وجينا علشان يعني ننبسط وسط الناس وكده، وطبعا جايبين اكلنا بقى طبعا معانا وكده، وطبعا فطرنا هنا الصبح ومستمتعين بالاجواء والمكان هنا جميل جدا وفي حاجات حلوه جدا ومتطور عن قبل كده. احنا النهارده جينا بناكل رنجه وفسيخ ولفينا في المكان كله ورحنا حديقه الحيوانات وكلنا ايس كريم وخلصنا ومروحين بقى. والله هو يوم دايما نحتفل بيه ان احنا حابين اليوم ده وما بنطلعش غير في اليوم ده بصراحه يعني، وعلى العيد مثلا. بس هو يعني بالنسبه للناس يعني بنحب اللمه اللي هي دي. جيت انا وجوزي واولادي واخواتي، يوم جميل بصراحه، وانت عارفه المصريين بيحبوا اللمه. جيت انا وخطيبتي ورحنا طلعت ملاهي وكده وكالعادي يعني ككل سنه. قولي لي بقى يا مايفن، انت جيتي ليه النهارده واحتفلتي ازاي بشم النسيم؟ احنا جينا النهارده عشان نحتفل طبعا، وان الحديقه طبعا تبقى جميله، وجينا النهارده احتفلنا اكلنا قعدنا ناكل وتصورنا كلنا، كان يوم جميل بصراحه. واحنا مبسوطين جدا، والحديقه الدوليه بصراحه نايمين بالدور بزياده في الامن والنظافه وكل حاجه والنظام، وكل عام والامه العربيه كلها بخير، وكل سنه واخواننا المسيحيين بخير، ويا رب كل ايامنا تبقى سعيده واعياد على جميع المصريين وعلى جميع الامه العربيه يا رب. كل سنه وانت طيب.